أكد اللاعب إبراهيم الزواهري مدافع نادي الفيصلي بأنه جهز لقمة الرمثاء التي ستقام يوم الجمعة المقبل على الساد الحسن في إربد. وكان الزواهري قد تعرض لإصابة في لقاء الفيصلي والجزيرة الذي أقيم في افتتاح مباريات دوري المحترفين لموسم 2016-2017، إلا أنها عبارة عن شد في وتر أسفل القدم وليست مقلقة، ولن تحرم اللاعب من اللعب في المواجهة المقبلة في الأسبوع الثاني من دوري المحترفين. تستقبل العقبة الجولة الخامسة والختامية من سباقات السرعة يوم الجمعة الموافق 11 من الشهر الحالي برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين الأردنية لرياضة السيارات. وتعود سباقات السرعة إلى العقبة من جديد بعد توقف دام 2 ويخضع السباق للقوانين المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي للسيارات والتعليمات العامة لسباقات السرعة لعام 2016 وفق التعليمات. تم فتح باب التسجيل للسباق يوم أمس وسيغلق يوم الثلاثاء من هذا الشهر. تفتتح ليلة الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقامة العديد من المواجهات القوية لعل أقواها مانشستر سيتي وبرشلونة، ويعتبر هذا اللقاء محط أنظار الجماهير لهذه الليلة. سيكون ملعب الاتحاد في قلب مدينة مانشستر شاهدا على قمة من نوع خاص طرفها مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. الفريقان يدخلان اللقاء والهدف واحد، هو الفوز بالنقاط الثلاثة، ولكن كل له طموحه. السيتي من أجل رد الاعتبار له ولجماهيره بعد رباعية الذهاب، أما البرشا فمن أجل مواصلة الصدارة وتحليق بها وحيدا في المجموعة الثالثة وتحقيق العلامة الكاملة بعد أن جمع 9 نقاط من 3 مباريات. بيب غوارديولا أعد العدة للتسعين دقيقة بعد أن استعاد فريقه بعضا من بريقه في الجولة الماضية من البريمير ليج بفوزه العريض على ويست بروميتش وبرباعية نظيفة وتوقيع مهاجمه أغويرو على هدفين منها. السيتي يعي تماما أن خسارة أخرى من البرشا على أرضه وبين جمهوره قد تؤزم موقف بيب غوارديولا مع جماهيره التي تسعى جاهدة للاحتفال بأمجد البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه. بدوره لا يحتاج لويس إنريكي مدرب الفريق الكتالوني سوى أن يكون الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار بيومهم من أجل ضرب دفاعات الفريق الإنجليزي. إنريكي أكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الليلة بأنه سيستغل أي خطأ يرتكبه منافسه الليلة، إلا أنه أشار بأن فريقه لن يستهين بهذه المواجهة بصرف النظر عن الفوز ذهاباً. قرر نادي انتر ميلانو الإيطالي قالة مدرب الفريق الهولندي فرانك ديبور بعد سلسلة من النتائج السلبية التي رافقت الفريق خلال البطولة الإيطالية لهذا الموسم. المزيد عن هذه الإقالة في التقرير التالي. فرانك ديبور خارج أسوار نادي انتر ميلانو، وذلك بعد أن أعلنت إدارة الفريق الإيطالي صباح اليوم عن فسخ عقد المدرب الهولندي الذي عين بداية الموسم كمدير فني لنيراتزوري ليحل مدرب الفريق الشاب ستيفانو فيكي بديلا له بشكل مؤقت. وكانت هزيمة الفريق قبل يومين على يد سيمبادوريا بمثابة المسمار الأخير الذي دق في نعش ديبور لتتخذ الإدارة القرار الذي كان متوقعا منذ أيام بإعفاء ديبور من مهمته الرسمية. وفي أول تصريح له بعد الإقالة عبر فرانك ديبور عن حزنه الكبير بسبب هذا القرار، مؤكدا أنه كان يحتاج مزيدا من الوقت وأنه لم يأخذ فرصته الكاملة. وترك ديبور انتر ميلانو في المركز 12 في ترتيب الكالتشيو بعد الهزيمة من سيمبادوريا بهدف نظيف، وهي الهزيمة الرابعة على التوالي في 5 لقاءات خلال الدوري. وقع اللاعب الويلزي جاريث بيل على عقده الجديد الذي سيربطه مع نادي ريال مدريد وسيمتد حتى عام 2022. ووصف جاريث بيل تمديد العقد مع فريق ريال مدريد الإسباني بالحلم الذي تحقق، وتم توقيع العقد في مقر النادي بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز. هذا وساهم بيل في تتويج ريال مدريد بلقبين في دوري أبطال أوروبا وبلقب في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى لقب كأس إسبانيا منذ قدومه للنادي الإسباني من فريق توتنهام الإنجليزي.
التقى فريق بروكلين مع منافسه شيكاغو بولز ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين. تفاصيل عن هذا اللقاء في التقرير التالي. لوبيز باتلر ريزز 22 نقطة سجلها جيمي باتلر لوحده كانت كفيلة بضمان شيكاغو بولز تحقيق فوزه الثالث على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى له منذ 20 عاما، حيث تغلب على بروكلين نيتس ب 118 نقطة مقابل 88. الربع الأول انتهى لصالح شيكاغو بولز بنتيجة 38 نقطة مقابل 20 وسط سيطرة كبيرة له ولنجومه. في الربع الثاني تحسن أداء بروكلين نوعا ما، لكن النتيجة بقيت لصالح واشنطن بواقع 27 مقابل 24. وبعد نهاية الشوط الأول من اللقاء لم يتحسن الحال بالنسبة للنتيجة والتي بقيت لصالح شيكاغو بولز حتى ختام المباراة محققا فوزا مستحقا وكبيرا، وصل إلى 118 نقطة مقابل 88. That tells you you're desperate because he should have his back to the basket.